احنا بالمنظار كل ليفل كل مستوى، لو نقول مثلا بين الرابعه والخامسه في دي بنبقى الفتحه نص سنتي، احيانا نخيطها بغرزه واحيانا ما نخيطهاش، وعلى كده على كل مستوى. يعني لو احنا عندنا ثلاث فقرات ضيقين يبقى عندنا ثلاث فتحات كل فتحه نص سنتي يمين او شمال، او اذا كان على ناحيه واحده يبقى الفتحات على ناحيه واحده. والمريض ما ممكن نعمله تحت مخدر موضعي كمان، فما يحسش باي نوع، ما يحسش بالم وما تخدرش. وفترات النقاه بتبقى فترات النقاه هو بيقوم من على سرير العمليات ماشي على رجليه، ما شاء الله يعني ما فيش، مش محتاج ان هو يقعد في السرير شويه. الشيء اللي غير كده الجراحات، التدخل الجراحي المحدود، انا شخصيا بقوم العين يمشي في نفس اليوم، يبقى الجرح 2 سم مثلا 3 سم، خصوصا لو العيان رفيع. لو العيان تخين المنظار هو افضل ليه عشان الجرح يبقى صغير ويبقى الفتح في العضلات فتح بسيط.